للمزيد حول العقوبات الأمريكية على هيئة ميليشيات الحشد في العراق ورئيسها فالح الفياض، في ظل استمرار انتهاكات الميليشيات ضد المتظاهرين والمدنيين، ينضم إلينا الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر عبر الهاتف. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك. فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد، على قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية لدوره في قمع المتظاهرين في العراق، ما دلالات هذه العقوبات في هذا التوقيت؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. يعني لا شك أن فالح الفياض هو أرفع مسؤول حكومي في نظام المنطقة الخضراء يخضع لهذا الإجراء من جانب الولايات المتحدة، وهو يعني الكثير. هذه أول مرة يجري تصنيف مؤسسة أو مسؤول لمؤسسة حكومية في نظام المنطقة الخضراء ضمن لائحة العقوبات، وأيضا لأول مرة يجري الحديث عن الحشد الشعبي بمجمله وليس بعصابات ضمن تشكيلاته في قمع ودورها في قمع المتظاهرين. هذه لأول مرة وزارة الخزانة تتحدث عن أن الحشد يقوم باغتيالات ويقوم ب يعني قمع للمتظاهرين ويؤثر أيضا على الانتخابات. هذا تطور حقيقة لافت في سياق الأحداث، حتى وإن كان يعني فالح الفياض ليس لديه أرصدة خاضعة لنظام العقوبات، ولكن لها هذه الرسالة، لها معانيها الرمزية الكبيرة. وكما قلت لكم، هو الأهم أنه لأول مرة يجري استهداف مسؤول حكومي ومرتبط برئيس الوزراء مباشرة، وأيضا الأهمية الثانية أنه يجري الحديث عن كل مؤسسة الحشد وليس عن عصابات ضمن عصاباته بشكل ضمن تشكيلاته بشكل عام. نعم. ووزارة الخارجية في العراق استنكرت فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على فالح الفياض، يعني ما مدى قدرة الخارجية في بغداد على تصعيد الأمور على خلفية هذه العقوبات التي فرضت على الفياض؟ بالطبع لا قدرة لها، وهو بيان هزيل حقيقة ومرتبك، يتحدث عن استغراب وعن مفاجأة غير متوقعة. ربما كان المعنيون في وزارة الخارجية التابعة لعصابة المنطقة الخضراء يعني يتوقعون أن يستمر إرهاب هذه العصابات الإجرامية في الحشد الشعبي وزعيمها فالح الفياض دون أن يلتفت العالم إلى إجرامهم، لكن الآن يعني فوجئوا بأن العالم انتبه إلى إجرامهم. البيان كان بيان بائس ولا قيمة له على الإطلاق، وهو فقط يعني محاولة ل يعني ذر الرماد وادعاء أنهم قاموا بواجبهم في يعني رفض هذا القرار الأمريكي. طيب أستاذ مصطفى، العقوبات شملت أموال الفياض الثابتة والمنقولة، كما شملت أسهمه في الشركات. ذكرتم أن هذه العقوبات وإن لم تكن ذات جدوى فيما يخص هذه الأموال ومصادرتها، ولكن كما هو معلوم أن الميليشيات في تنقلاتها، في أنشطتها، في مشروعها هي يعني تمول. إلى أي مدى ترى أن هذه العقوبات ربما ستؤثر على تمويل الميليشيات التي هربت أموالها للخارج؟ أنا حقيقة لا علم لي تفصيلي ودقيق بما يمتلكه فالح الفياض باسمه من أرصدة وأملاك خارج العراق وتحديدا في الولايات المتحدة، لأنني أعتقد أن هذه العقوبات تخضع لها الأملاك والأموال المسجلة داخل أو الموجودة داخل الولايات المتحدة، وليست لها سلطة وزارة الخزانة على أي جهة خارج الولايات المتحدة. لكن في كل الأحوال الحقيقة هو المطلوب ليس فقط يعني وضع هذا الشخص أو ذاك مهما كان منصبه ورمزيته في لائحة العقوبات، هو المفروض أن توضع كل هذه المؤسسات الإرهابية بكل تفاصيلها ليس على لائحة العقوبات فقط، وإنما على لائحة الإرهاب، ويجري التعامل معها على هذا الأساس.
وبالتالي فإن يعني إذا تم هذا الإجراء فإن كل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات طيلة السنوات الماضية ستكون عرضة للمساءلة والتحقيق والمحاسبة من المجتمع الدولي، وأيضا تكون السلطة التي مارست عملية خداع واستغباء للعالم أنها جعلت عصابات الحشد الشعبي تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، يعني هذا حقيقة من غباء السلطات في العراق، كانت تتصور أنها تضفي عليها الشرعية، وإن كان النظام هو كله ليس شرعيا لكن أرادت أن تضفي عليها الشرعية، لكن في الحقيقة هي الآن ستتحمل وزر كل هذه الجرائم التي قامت بها هذه العصابة. أستاذ مصطفى، كيف تقرأ صمت حكومة الكاظمي إزاء إدراج رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض ضمن لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية؟ يعني هو كما ذكرتم أنه مرتبط بشكل مباشر برئيس الحكومة، ولكن كيف تقرأ الصمت الحكومي تجاه هذا الإجراء؟ هو لا يوجد صمت حكومي. وزارة الخارجية أصدرت بيان كما قلنا، وهو بيان بائس وركيك ولا قيمة له، ولذلك هو هذا ما يعبر عن الموقف الرسمي الحكومي. ولكن حضرتك تقصد أن رئيس الوزراء شخصيا بالضبط يصدر بيانا بهذا المضمون؟ طبعا لا داعي لأن يصدر رئيس الوزراء، يعني رئيس وزراء عصابة المنطقة الخضراء، أي بيان في هذا الصدد. وزارة الخارجية هي من تتكفل بهذه الاتصالات. إذن أخيرا، يعني هذه العقوبات رسالة غير مباشرة لإيران ربما وميليشياتها كما تقول وكالة رويترز. هذا التطور اللافت مثل ما وصفته، ما تداعياته؟ ما الخطوات المتوقعة وراء ذلك؟ الخطوة اللاحقة المرجوة والمتوقعة هو أن يدرج هؤلاء الأشخاص ضمن لوائح الإرهاب، وأن تدرج هذه المنظمات أو هذه المنظمة هيئة الحشد الشعبي كما تسمى كلها في إطار الإرهاب، وليس يعني مجاميع ضمن تشكيلتها مثل بدر وعصائب الإلحاق والنجباء وإلى آخره. الآن لأول مرة جرى حديث باسم هيئة الحشد الشعبي، أن الحشد الشعبي يقوم بالاغتيالات، هيئة الحشد الشعبي هو من يقوم بقتل المتظاهرين، الحشد الشعبي هو من يؤثر على سلامة الانتخابات. هذا تطور مهم، وإن كان متأخرا جدا طبعا، ولكن مهم في سياق يعني تفهم القضية العراقية بشكل أفضل من المجتمع الدولي. شكرا جزيلا. الولايات المتحدة التي يعني أعطت إدارات سابقة الضوء الأخضر لهذه العصابات الإرهابية بالنشوء والنمو، عليها أن تضع حدا لهذا الإجرام الذي يفتك بالعراقيين. الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، نشكرك شكرا جزيلا.